السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف السادس. دلوقتي هنحل مع بعض الجزء الخاص بالإنجليش في الامتحانات الاسترشادية اللي الوزارة نزلتها، وما عندي 10 نماذج. هنحل الجزء الخاص بالإنجليش فقط. نمبر 1، Space invented ice cream. invented يعني اخترع، في زمن الماضي اخترع الايس كريم. هو يعني من، وات يعني ما او ماذا، هاو اوفن يعني كم عدد، ويتش وكم عدد المرات يعني، ويتش يعني اي. يبقى نختار هو يعني ايه، من اخترع الايس كريم. وي دونت نو هو انفنتد ايس كريم، احنا مش عارفين مين اللي اخترع الايس كريم. نمبر 2، ار يو اوبن سبيس فرايديز. فرايديز اللي هي ايام الجمعه، ات ان اون اور ات، هنختار ايه؟ اون. ليه اخترنا اون؟ عشان دي البريبوزيشنز اللي هو حرف الجر اللي بيجي قبل دايز اوف ذا ويك، ايام الاسبوع، لان ايام الاسبوع كلها بيجي قبلها اون، لكن الشهور بيجي قبلها ان. نمبر 3، they went to the space to see a show. يروا العرض، بيشوفوا العرض. هيروحوا فين؟ سكول، بانك، هوم، ثياتر. يبقى هيروحوا ثياتر اللي هو المسرح. نمبر 4، a restaurant، المطعم. you can choose from، بنختار من نخش المطعم، بنختار من الايه، من المنيو اللي قائمة الطعام. نمبر 5، I'm in the space for meatballs for lunch. فاكرين لما يكون انا ليا مزاج فيه او لدي رغبه فيه اسمها I'm in the mood for. ناخد بالنا من الاكسبريشن على بعضه، I'm in the mood for، I'm in the mood for يعني لدي رغبه فيه. تمام، نشوف اللي بعده. Does she space a baked potato؟ البطاطس المطبوخة. يبقى does هنا معناها هل، في present simple في المضارع البسيط لما اجي اسأل سؤال بهل بيجي في الاول do و does. do و does معناهم ايه؟ معناهم هل. بيجي بعدهم ايه؟ بيجي بعدهم السبجكت اللي هو الفاعل. طب وبعد السبجكت نحط الانفينيتيف الفعل في المصدر. يعني ايه؟ يعني اختار want بس. ليه؟ عشان does اللي قدامي دي معناها هل، she subject الفاعل، الانفينيتيف الفعل في المصدر هو want بس. يعني انفينيتيف فعل بدون اي اضافات. Number 2, I spaced chicken soup for dinner last night. Last، أول لما عيني تقع على كلمة last، yesterday، ago، in the past، أي كلمة من الكلمات دي أعرف إن الجملة على طول في زمن الباست سيمبل، زمن الماضي. يعني أختار second conjunction، التصريف الثاني للفعل. فين التصريف الثاني هنا؟ اللي هو had. يبقى الكلمات دي دل على زمن الماضي، اختار الفعل في الماضي على طول، بس مش على طول قوي. ليه؟ اصلا لو جالي كلمه didn't في النيجاتيف في النفي، يعني بيجي بعدها الانفينيتيف فعل في المصدر هي وديد، يبقى على طول اختار الماضي، بس في الحالتين اللي هي didn't او did اختار الانفينيتيف الفعل في المصدر معاهم. نمبر 3، my father likes drinking. بابايا بيحب يشرب. in the morning، في الصباح. هيشرب ايه؟ ابل باي، فطير التفاح، تركي، بريد، كوفي، اكيد الكوفي اللي هي القهوه. Number 4, this restaurant space good lunch and dinner. This restaurant يعني المطعم ده service يعني بيقدم، opens بيفتح، eats بياكل، المطعم مش هو اللي هياكل، plays يعني بيلعب، اكيد المطعم ده service يعني بيقدم. بيقدم ايه؟ good lunch and dinner يعني عشاء وغدا حلوين قوي. Number 5, Grandpa Alice is the. Grandpa طبعا احنا عارفين الشخصية دي اللي جات لنا. Grandpa Alice the space at the restaurant، في المطعم. teacher كان المدرس، farmer كان الفلاح، دكتور كان الطبيب، ولا chef chef طباخ. اللي بعده. Number 1, space do you iron your t-shirt. قاله twice مرتين. لو لقيت الإجابة فيها once يعني مرة واحدة، twice مرتين، three times ثلاث مرات، four times، five times and so on بقى. يعني الكلمات دي كلها أو المرات دي كلها عدد مرات، يبقى كم عدد المرات يعني how often. how often معناها إيه؟ كم عدد المرات اللي بتكوي فيها التيشيرت بتاعك؟ قال له twice مرتين، لكن هو الأولية من، what يعني ما أو ماذا، which يعني أي. يبقى كم عدد المرات بختار على أساس إيه؟ على أساس الإجابة اللي جاية لي twice. Number 2, I'm going to space a piece of apple pie. going to معناها سوف، going to بس مش going to لوحدها كده، لازم يكون قبلها في am او is او are، وعلى طول بيجي بعدها الانفينيتيف الفعل في المصدر. ف going to قبلها am اهي، يبقى على طول هدور على الانفينيتيف الفعل في المصدر بعدها، يعني هختار على طول have، ده الانفينيتيف الفعل في المصدر. بصرفه بقى، بطلع منه has للمفرد، had في الماضي، is having في present continuous المضارع المستمر. Number 3,
My sister always forgets the grocery. My sister always forgets. ده زمن present simple مضارع بسيط. عرفت ازاي؟ ان my sister دي تعتبر مفرد جه بعدها always كلمة دالة وforgets اتحطت لها s. ده زمن ايه؟ present simple. طب grocery ايه؟ احنا واخدينها اسمها grocery list يعني قائمة الايه؟ البقالة. Number 4 I'll يا بصرف ال الاختصار will يعني ايه؟ will يعني سوف. بيجي بعدها ايه؟ بيجي بعدها الانفينيتيف الفعل في المصدر زي going to كده. هي going to معناها سوف برضو، بيجي بعدها الانفينيتيف برضو. I'll take a piece of معناها قطعة من. قطعة من الايه؟ اكيد قطعة من الكوفي ولا الليمونيت ولا تشيكن سوب ولا ابل باي. القطعة اكيد a piece of قطعة من ابل باي. امال الحاجات الاولانية دي بيجي قبلها ايه؟ لا يعني كوفي مثلا نقول a cup of فنجان من، الليمونيد اللي هي عصير ليمون نقول a can of علبة من، تشيكن سوب اللي هي بول of اللي هي سلطانية من. لكن مين اللي بتاخد a piece of قطعة منها؟ اللي هي الابل باي فطيرة التفاح. نمبر 5 He had two space of bread. البريد اللي هو العيش الخبز بنحط قبلها cans اللي هو علب، loaves cups glasses. اختار loaves of bread. يعني loaves of bread يعني ارغفة العيش او الخبز. المفرد بتاعها اسمه loaf L-O-A-F. لما اجي بجمعه بحول الاف ل-V-E-S يعني a loaf of يعني رغيف واحد بس. loaf لما باجي اجمعها بشيل الاف واحط مكانها V-E-S معناها رغيفة كتير. يعني cans الاولانية دي اللي هي العلب، كبس الفناجيل، وجلاسز اللي هي كوبايات، يبقى loaves of bread رغيفة الخبز. اللي بعدها last Friday last ايه ده؟ last دي ماضي على طول. last Friday الجمعة اللي فاتت I visited. شوف حط له ايدي ازاي عشان الجملة في الماضي. عرفت ازاي ان في الماضي عشان في كلمة last. last Friday الجمعة في الماضي I visited the space and saw the mummy rooms. أنا بشوف المومي روم فين؟ حجرة المومياء فين؟ في الميوزيوم. ميوزيوم يعني المتحف. number 2 there is a space over the river. over the river يعني على أو فوق النهر. you there is يعني يوجد. يوجد إيه؟ فوق النهر. bridge يعني الكوب. park حديقة. bank اللي هو البنك، ولا bakery اللي هو المخبز. أكيد في كوبري فوق النهر. number 3 أحمد ايرونت ذا شيرتس باي. أحمد كوى القمصان بتاعته باي. عايز أقول إيه؟ بنفسي ولا بنفسه هو؟ بنفسه هو. بنفسه يعني إيه؟ himself. طب لو أنا اللي كويت بنفسي يعني أنا كويت بنفسي يبقى myself. طب لو منى أو أي أو شي مثلا هي المؤنثة يبقى herself. طب you yourself. طب لو هم زي themselves. طب لو your yourselves. you تبقى yourself وفي yourselves كمان للجمع، لان you معناها انت ومعناها انتم. لو انا بكلم شخص واحد بس يبقى yourself، لو بكلم مجموعة يبقى yourselves بأنفسكم. اللي بعدها number 4 did هنا معناها هل. الجملة دي في زمن الباست سيمبل في الماضي. لما في الماضي بسأل بهل did هنا بتيجي في الاول معناها هل في زمن الباست سيمبل الماضي. وانا قلت لكم قبل كده ان did و didn't بيجي بعدها الانفينيتيف على طول. هيجي هنا السبجكت الفعل اللي هو يو وادور على الانفينيتيف على طول فعل في المصدر. طب يا مس ما كلهم فعل في المصدر هختار ايه؟ اختار اللي متمشى مع المعنى بقى. فيجيتابلز الخضروات. هنعمل ايه في الخضروات؟ ووك يمشي، دو يفعل، تشوب يقطع، جو يذهب. هنعمل ايه؟ تشوب. تشوب يعني ايه؟ يقطع. نمبر 5 I'm going to. قلنا going to معناها سوف. going to I'm going to the A as I هنا مش معناها بقى سوف. ليه؟ اصل لو جه معناها سوف لو جه بعدها فعل. هنا بدل ما نحط زي يبقى هي مش هيجي بعدها فعل. I'm going to the هنا معناها يذهب. يعني انا بذهب لايه؟ as I have a toothache. toothache يعني وجع في اسنان. هعمل ايه؟ هروح لفين؟ للدنتست. دنتست اللي هو طبيب الاسنان. يبقى ما عندي وجع في اسناني بروح فين؟ دكتور الاسنان. اللي بعده number 1 my apple is space than your apple. عايز اقوله تفاحتي بتكون ايه؟ تفاحتك. انا بغيظه بقى يبقى بقوله تفاحتي اكبر من. اكبر من اسمها bigger than. بحط الاستفهام اللي عندي اللي هو الادجكتيف اللي موجود عندي er. القلم فين اهو؟ bigger يبقى حطيت لها جي كمان عشان قبل الجي التانية. يعني ما يجيلي big اخرها حرف consonants قبلها حرف vowel بضاعف حرف الجي الاخيرة واضيف ال er. يبقى my apple is bigger than your apple. تفاحتي اكبر من تفاحتك. number 2 I don't space to music. I don't space to music للموسيقى. I don't sleep, listen, write, speak, listen. يعني أنا ما بحبش أسمع الموسيقى. مش ما بحبش، أنا ما بسمعش الموسيقى. ما فيش بحب هنا. أنا ما بحبش، أنا بقول أنا يعني. number 3 We should walk to space the pavement. pavement اللي هو الرصيف. We should يعني ينبغي. walk نمشي. نمشي إيه؟ على الرصيف يعني on.
My mother number 4. My mother spaced the laundry. Laundry اللي هو الغسيل. بتعمل ايه في الغسيل؟ Sliced. بتقطعها لشرايح. الغسيل بتقعد تقطعه شرايح. Chopped بتقطعه. Cleaned نظفته. Did the laundry. ليه؟ أصل احنا واخدين الفيرب عندنا اللي هو do the laundry يقوم بغسل الملابس. الماضي بتاع do the laundry. Did the laundry. Number 5. Yesterday. الجملة على طول في الباست اهي في الماضي. أول ما شفتها على طول yesterday في الماضي. بدم أطمن بس إن مفيش did و didn't. طول ما مفيش في جملة did و didn't على طول أول ما تشوف yesterday اختار الفيرب في الماضي على طول. بس خد بالك إن الفيربس الأفعال فيها نوعين. في عندي regular verbs أفعال منتظمة اللي بتسمع الكلام بضيف لها دي أو إي تي أو أي إي دي. وفي irregular verbs أفعال غير منتظمة اللي بتبقى مختلفة خالص، زي مثلا سي يرى الماضي بتاعها سو، تيك يأخذ الماضي بتاعها توك، درينك يشرب الماضي بتاعها درانك، إيت يأكل الماضي بتاعها إيت، and so on. يبقى yesterday they space a bus by some service. يبقى زي إيه بيعملوا إيه؟ توك أخذوا. اللي بعده you didn't. ايه ده انا لسه قايله من شويه ان لو didn't جت لي اعمل ايه؟ على طول الفعل في المصدر. يعني ايه في المصدر؟ اعمل ايه بسرعه؟ يعني احط الفعل في من دون اي اضافات. يبقى you didn't space your hair by yourself. you didn't wash. هو مش جايب لي هنا على فكره، جايب لي هنا تو، مش هي المفروض دي، ما فيش كلمه تو، ما فيش تو، يبقى هي wash بس. you didn't wash your hair. you didn't wash your hair by yourself. number 2. She didn't space the groceries last week. انا قلت برضو لسه اللي قبلها قايله ان didn't بيجي بعدها الفعل في المصدر. طب كلهم في المصدر، اختار اللي ماشيه مع المعنى. الجروسريز she didn't eat the groceries by، يعني هي ما اشترتش البقاله الاسبوع اللي فات. number 3 he puts the groceries. he puts the groceries يعني هي بتضع البقاله in the bin trolley table book. trolley هي عربيه التسوق. number 4 space calling. this is Amira. this is Amira. دي أميرة. يبقى عايز أقول من المتصل. من يعني هو. من يعني هو. number 5 sorry هنا كمان في is. يبقى who is calling. who is calling يعني من المتصل. نشيل دي. number 5 what's your telephone. what's your telephone address number visit card. what's your telephone number يعني ما رقم هاتفك. لما تيجي تطلب من حد رقم تليفونه تقول له what's your telephone number. اللي بعده does she ever wear a. احنا خدنا wear يرتدي. wear a ايه؟ wear a wig يعني يرتدي باروكة. number 2 I space going to wash my car tomorrow. I space going to wash my car tomorrow. tomorrow دي تدل على future tense زمن المستقبل. يبقى I do am ولا is ولا are. طيب عايز اقول له هنا المستقبل طبعا انا بستخدمه فيه، ممكن will وممكن استخدم going to، بس انا قلت ان going to عشان شرط قوي عشان تبقى معناها سوف لازم يجي قبلها am و is و are وبيجي بعدها الانفينيتيف. يا going to جه بعدها wash الانفينيتيف اهو، يبقى ناقص في الاول ايه؟ am و is و are. يا مس طب ما قدامي am و is و are. اختار على حسب السبجكت اللي قدامك. اي بتاخد am يبقى I am going to. number 3 I'm space I'm late for school. I'm late أنا متأخر عن المدرسة. يبقى I'm sorry small size speak. I'm sorry أنا متأسف. اللي بعدها what time will he واخدينها be back يعني ما الوقت اللي هيعود فيه، هيرجع إمتى. what time will he be back. I usually get asked when I stay in the sun. I usually يعني أنا عادة أو غالبا لما بحصل على إيه. when I stay in the sun لما بكون في الشمس اسمها get a sunburn. get a sunburn. اللي بعدها number 1 I don't space the bus I go on foot. I don't take the bus مش بعمل إيه في الأتوبيس. ها take the bus. take the bus يعني ما باخدش الأتوبيس. I go on foot يعني أنا بمشي على رجلي بسيرا على الأقدام. number 2 she space her grandmother once a week مرة في الأسبوع. she a her grandmother الجدة بتاعتها once a week يعني مرة في الأسبوع. she ها once ديت زمن once و twice و always و usually و often ده present simple على طول. يبقى she visit ولا visits ولا visited ولا visiting. visits يعني هي بتزور. طب ليه؟ أصل ده present simple. طب أنا عرفت إزاي؟ أصل دي كمان habits دي عادة هي متعودة إن هي تزور جدتها
مرة في الأسبوع، ولا قلت الزمن اللي بستخدمه لما أكون بتكلم على الهابتس العادات أو الفاكتس الحقائق البريزنت سيمبل. برضو يعني إيه بريزنت سيمبل؟ أعمل إيه يعني في الجملة؟ يعني لو جات لك الجملة في الأول سينجولر مفرد، حط للفيرب اللي بعدها إس أو إي إس. لو جات بلورال جام هتحط إنفينيتيف الفعل في المصدر، يبقى شي فيزيتس. نمبر 3 سبيس أي سبيك تو سامح بليز أنا شور، يبقى كان بيقول له مي أي سبيك، هل يمكن التحدث إلى سامح من فضلك؟ May I speak to سامح بليز؟ قال له شور، بالتأكيد. نمبر 4 Does he usually، usually ده زمن ايه؟ ها present simple، قلت لك بنحط الفاعل لو الفاعل مفرد بنحط اس او اس، بس عندي does، لا مادام في does موجوده خلاص مش هحط اسات، هحطها من غير حاجه خالص infinitive. ليه؟ عشان في present simple بسأل هل بدو does، ودو does بيجي بعدهم السبجكت الفاعل وبعد كده infinitive الفعل في المصدر حتى لو فيه هي وشي، بس بدام سؤال في داس خلاص الفعل في المصدر. نمبر 5 she hardly ever، هي بالعافيه لما ايه اويج وير ويرز ويرينج تو وير ذا بريزنت سيمبل. برضو عرفت ازاي؟ عشان في كيوردز هنا في كلمه داله اللي hardly ever وشي مفرد، يبقى اختار wears. اللي بعدها ده اللي قبل الاخير خلاص. نمبر 1 نو هاف فيزيتد كايت باي ايه ان الكسندريه، احنا كنا واخدينها كايت باي سيتادل. سيتادل يعني ايه؟ قلعه كايت باي، بتزور او هي زارت خلاص فيزيتد في الماضي قلعه كايت باي في اسكندريه. نمبر 2 وي ار جوينج تو فيزيت الكسندريه لايبراري، جوينج تو هنا معناها سوف برضو. عرفت ازاي؟ جه قبلها ار وبعدها فيزيت انفينيتيف فعل في المصدر، يبقى هنا معناها سوف. احنا هنزور اسكندريه او مكتبه اسكندريه ان ذا ان ذا night afternoon tonight today، اختار ايه؟ ان ذا، يبقى تختار afternoon على طول. ان ذا afternoon يعني بعد الظهر. نمبر 3 we space a good time in alexandria every year. every يعني كل سنه، كل سنه بيحصل ايه؟ we a we take a good time have a good time make ولا do. have a good time يعني بنستمتع او بنقضي وقت جميل في اسكندريه كل سنه. have a good time يقضي وقتا ممتعا. نمبر 4 we watched يعني احنا شاهدنا خلاص في الماضي. we watched the actors اسمها actors rehearse. يعني ايه actors rehearse؟ يعني البروفة بتاعت الممثلين. it was so cool، كانت جميلة قوي. number 5 عادل امام is a film، اسمه film star اللي هو النجم الايه سينمائي، اسمه film star a film star. اخر واحدة نمبر 1 ماجد ويل سبيس ا سبيتش تومورو، احنا خدنا ويل معناها ايه؟ ويل معناها سوف، هي وجوينج تو والاثنين بيجي بعدهم الانفينيتيف الفعل في المصدر على طول، يبقى نقول ماجد ويل سبيس ا سبيتش، احنا خدنا ايه؟ جو ا سبيتش، توك ا سبيتش، جيف ا سبيتش، تيك ا سبيتش، اسمها جيف ا سبيتش. يعني ايه جيف ا سبيتش؟ يعني يلقي خطبه. نمبر 2 الا از جوينج تو تيك ا ماس، اسمها ماس تيست اللي هو اختبار في الرياضيات، اسمه ماس تيست اون ساندي. شوفوا خدتوا بالكم ان ساندي ايام الاسبوع جه قبلها اون ازاي. نمبر 3 منى از ال، منى بتكون ايه؟ تعبانه مريضه. شي هاز، هي عندها ايه؟ فلو. ميت عندها لحمه، بول كوره، بيست يعني شخص متطفل، يبقى عندها فلو يعني انفلونزا. نمبر 4 هي سبيس ذا بارك وانس ا مانث، وانس اتفقنا اللي هي البريزنت سيمبل، يعني ايه بريزنت سيمبل؟ قلنا يعني هي هيجي بعدها الفيرب بلس اس او اي اس، على طول حفظناها بقى، يبقى هي فيزيتس. فيزيتس فيزيتس يعني بيزور الحديقه مره في الشهر، عاده هو متعود، يبقى بريزنت سيمبل على طول مضارع بسيط. نمبر 5 How space do you read a newspaper? How space do you read a newspaper? يعني المجلة، هنقول له إيه؟ How often؟ يعني how often؟ يعني كم عدد الإيه؟ المرات. كم عدد المرات اللي بتقرأ فيها الجريدة؟ يقول له once twice، مرة واحدة، once twice مرتين، three times ثلاث مرات and so on. يبقى كم عدد المرات؟ يعني how often؟ نذاكر النماذج دي كويس قوي. أنا بالنسبة لي الطلبة اللي عندي إن شاء الله في امتحان على الحاجات دي يوم السبت، مجمعة لكل الأسئلة دي، وبالتوفيق إن شاء الله، ويا رب تكونوا استفدتوا. بالتوفيق إن شاء الله.